التواصل يستمر مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل في كل مكان، انطلاقه من انطلاقات المحبه والتحيه والسلام في هذه الامسيه، امسيه هجني اصحاب السمو الشيوخ لسن الثنايا وفئات الثنايا، حيث نسير مع الجوله الاخيره وهي انطلاقه شوطنا الثالث عشر خاصه بالابكار المحليات الاصايل، حيث المنافسه والتحدي المميز. نقترب من الصداره، نتقدم من المراكز الاوليه ورغبه في المتابعه نحو الناموس. مقدمه الشوط هذه تتقدم التزام، تعود ملكيه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها مسري بن سالم بن العرطي الحميري، بينما الشاهينيه لهجره بينما المركز الثالث من الجانب الآخر في المركز الثالث وصولا من خلال وجود الغزيل، تعود ملكيتها لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي التضمير أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي. أما المركز الرابع فهذه الطاغية وصلت، تعود الملكية لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، في التضمير ياتي سالم بن خلفان بشاوي الغفلي. والمركز الخامس وصول وتقدم من وجود حشيمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المضمر سعيد بن سالم إلي نيبي. أما المركز السادس فتقدمت له تعويض لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر تعويض سيف بن أحمد بن خريدة. أنتقل للمركز السابع وأجد الشاهينية التابعة لهجنة العاصفة تتقدم للمركز السابع، يضمرها يتابعها المضمر غياث الهلالي. والمركز الثامن هناك تقدم ومسيرة من خلال وجود حور لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر حور سهيل بن هيان العامري. أما المركز التاسع، المركز التاسع وصلت الآن شواهين لمعالي الشيخ محمد بن بطيها الحامد مختار بن أحمد في عملية التضمير والمتابعة. والمركز العاشر، المركز العاشر هذه مشاهدين الأعزاء الطيارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر الطيارة ويتابعها سعيد بن عبيد الحميري. هكذا هي النتيجة والأسماء المتقدمة الحاضرة في سجل الناموس حتى اللحظة. أعود لأتابع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام انطلاقة من انطلاقات المحبة، انطلاقة من انطلاقات الخير، والعودة إلى التزام. لا زالت مسيطرة، التزام على المركز الأول، مسيطرة سيطرة واضحة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم في تضميرها وتدريبها. يأتي المضمر والمتابع مشاهدي الاعزاء مسري بن سالم بن عرطي الحميري. الشاهينيه تتواجد على المركز الثاني لهجن العاصفه بقياده غياث الهلالي، تتقدم نحو المركز الثاني في هذه اللحظات. ولكن نتابع المركز الثالث، المركز الثالث وصلت لغزيل، وصلت لغزيل، تعود الملكيه لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي تضميرها وتدريبها ياتي المضمر احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. بينما المركز الرابع، المركز الرابع أيها المتابعين الكرام، هذه اللي وصلت الآن الطاغية لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، بينما في التضمير سالم بن خلفان بالشاوي الأغفلي. والمركز الخامس وصلت الآن حشيمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر سعيد بن سالم ألي نيبي. وهنا تتدخل شواهين لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، يضمرها ويتابعها هنا مختار بن أحمد. أما المركز السابع فتقدمت الآن هذه وصلت حور لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر سهيل بن هيان العامري يحتل
للمركز السابع مشاهدينا الاعزاء، المركز الثامن، المركز الثامن تعويض لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر سيف بن احمد بن خليده، والمركز التاسع تتواجد الشاهينيه من هجن العاصفه يضمرها يتابعها غياث الهلالي، المركز العاشر ايضا الشاهينيه التابعه لهذه المؤسسه العملاقه والتضمير والتدريب لدى المضمر غياث الهلالي. هذه اللحظات 10 مراكز اولى في ندانا الثاني تنتهي مشاهدينا الاعزاء لتسير مسيره هذا الشوط بالود والسلام والمنافسه الشيقه في المشاركات العملاقه بين هذه الاسماء. ما شاء الله تبارك الله، اسماء تتقدم، اسماء تسير وتبحث دائما عن سجل من سجلات الناموس ومن سجلات الانتصارات. أعود للمقدمة، أعود للالتزام، لا زالت ملتزمة كذلك بخط السير الأمامي لها في المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم والمضمر مسري بسالم بالعرطي الحميري، بينما هناك المركز الثاني بدأ الآن يزيد الضغط على مقدمة الشوط، على مقدمة الشوط الشاهينية لهجن العاصفة تتدخل مع غياث الهلالي. وصلت وخذت المركز الأول وتقدمت في هذه اللحظات، بينما الغزيل من الجانب الآخر لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان تحمل شعار التراث، تحمل شعار يعني صال وجال، وتقدم من خلال مشاركاته ومنافساته في مواسم عديدة بسباقات الهجن العربية الأصيلة. بينما في التضمير هنا أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي جنتلمان ترعرع وتربى مع هذا الشعار حتى هذه المرحلة من جنتلمان، يا سلام. بينما المركز الرابع هناك تعويض لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها ويتابعها سيف بن أحمد بن خليدة تتواجد على الكادر الثاني. المركز الرابع الآن، بينما الخامسة هذه اللي وصلت شواهين لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ويضمرها مختار بن أحمد، لكن وصلت الطاغية لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى المضمر سالم خلفان بشاوي الغفلي، يا سلام، يقدم الطاغية ومشارك مع هذا الشعار الفانتاستيكي. بينما المركز السابع الآن، المركز السابع وصلت حور لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب المضمر سهيل بن هيان العامرية تقدم نحو المركز السابع في تقدم هذه الأسماء المميزة والجميلة. المركز الثامن هجن العاصفة تقدم الشاهينية بقيادة غياث الهلالي. المركز التاسع تصل من خلاله حشيمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمضمر اسمه الشيخ حمدان بن رايد المكتوم يضمرها سعيد بن سالم الينيبي، والعاشرة لهجن العاصفة هي الشاهينية. هكذا هي النتيجة، ولكن بعد النتيجة بعد هذا النداء أعود للمقدمة مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل. أعود للمقدمة، ولا زالت الشاهينية بعد أن فرضت نفسها وحصارها على الشوط تقدمت الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة مضمرها غياث الهلالي في انطلاقة ولا أروع على المركز الأول. بينما المركز الثاني هذه اللي وصلت الآن وخذت المركز الثاني، سيطرت على ناموس ثاني المراكز، هذه اللي واصل الآن مشاهدينا الكرام. التزام لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمرها مسري بسالم بالعرطي الحميري. والمركز الثالث شواهين لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مختار بن أحمد في عملية التضمير، وتتقدم تعويض لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم المضمر والمتابع سيف بن أحمد بن خريدة المبدع من يقدم
يقدمها حتى هذه اللحظات. العاصفة قادمة للمركز الخامس مع الشاهينية وغياث الهلالي في التضمير. هذه ست المراكز أو خمس مراكز أولى تقدمت دعناها لحضراتكم وهي في سجل المنافسة في سجل الأداء الجميل. نحن نعود بكم إلى مقدمة الشوط. عودة إلى مقدمة الشوط. المميتين على خط النهاية والتزام لا زالت ملتزمة في قيادة الشوط. التزام 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 لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. ما شاء الله عون ولون هذه الذلول. هذه الذلول أمامكم التزام. بينما في التضمير هنا المضمر الخبير والملتزم دائما بشعاره يعني أداء جميل بسري بسالم العرض الحميري. يا سلام يا أبو حمد. يتقدم ويقدم لنا هذه الالتزام. المركز الثاني شواهين لسمو الشيخ لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد ومختار بن أحمد من يتابعها في عملية التضمير والتدريب. لكن شوف تعويض قادمة تعويض قادمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسجلها كذلك يعني ممتاز جدا وجيد جدا بمشاركة دائما سبق وناموس ومشاركة في دائرة الثلاثية في دائرة الثلاثية في دائرة اللي يعني اللي في دائرة الثلاث المراكز الأولى دائرة الإعلام دائرة إعادة التوقيت دائرة الناموس. عجنا العاصفة قادمة للمركز الثالث ولكن خلاص عودة إلى التزام وهي من تسيطر على ناموس الشوط. التزام لمعالي سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم هي المسيطرة حتى هذه اللحظات وتقود الجميع إلى خط النهاية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم والتهنئة للمضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري على هذا الفوز والانتصار. تقديم التزام في اللحظات الأخيرة. العاصفة قادمة العاصفة قادمة بالشاهينية بكل قوة قادمة ولكن التزام حتى اللحظة محافظة اللحظة الأخيرة شاهينية. التزام 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 اللحظات الأخيرة يا أبو حمد. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار في لحظات الناموس في شوط المحليات الأصائل. المركز الثاني هجن العاصفة تقدم الشاهينية. تعويض ثالثا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بينما في التضمير سيف بن خليدة. والمركز الرابع للطاغي لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى. خامسا تصل من خلال حشيمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا النتيجة انطلاقتي هذا الشوط. عودة إلى التوقيت الزمني لحظات الوصول إلى المنافسة وخط النهاية. التزام قطعة المسافة 12 دقيقة 38 ثانية بالوفاء والتمام والكمال وتوقيت يعتبر جيد جدا في هذا المساء. تهانينا كذلك للمضمر مسري بسالم بالعرضية الحميري. أما المركز الثاني مشاهدينا الكرام كان الحضور والشاهينية لهجن العاصفة 12 دقيقة 38 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار والتهنئة للمضمر غياث الهلالي. المركز الثالث لحظات الوصول هذه مشاهدينا الأعزاء توقيت الزمن 12 دقيقة 41 ثانية 5 أجزاء من الثانية. هذه حشيم تعويض اسمه الشيخ حمدان مراد المكتوم والتوقيت الزمني أمامكم ويضمنها سيف بن أحمد بن خليدة.